الدراعي مكسور، ويقال ايضا حاول اختراع جهاز. عامر علوان من الشباب المخرجين اللي تعلقوا بالخط السينمائي، كل واحد اختار له طريق. عامر كان يطمح أن يكون مخرجا سينمائيا في يوم من الأيام، وهذا الطموح أعتقد وهو يعتقد أيضا رحمه الله لا يتحقق ولن يتحقق إلا عن طريق الدراسة والممارسة بوجود الموهبة. فالرجل حفر بالصخر وكمل معهد الفنون الجميلة والأكاديمية وسافر إلى باريس، هناك حصل على شهادة دكتوراه بالسينما علما أنه هو دراسة مسرح، لكن أكمل خط السينما في باريس وبقى طموحه أن يصور فيلم روائي، يعني أفلامه كلها قصيرة أفلام وثائقية. والله ساعده والإخوان والأصدقاء الموجودين هناك في باريس وتحققت الخطوة الأولى من هذا الحلم، وسوى زمان رجل القصر سنة 2003 وتحديدا 1/1/2003 قبل الأحداث اللي صارت في العراق بدأت الكاميرا تصور زمان رجل القصر ومنقطع. كل ما يقدم مشروع تصيب عثرات بس ما يأس، هذا دليل انه هو متشبث جدا ومؤمن بالخطوه اللي بداها واستمر عليها، وسوى الفيلم الثاني اللي هو نجم البقال، وعلى وشك ان يسوي الفيلم الثالث الطويل ايضا، لكن قررت تظل سبقته وراح الى جوار رب العالمين. كم عمل شاركت مع الراحل؟ هي هاي العمليه عمليه اللي هو الزمان رجل القصب ونجم البقال. تأبين المرحوم عامر علوان مخرج السينمائي، لكن كنا سعيدين بهذا التجمع، لقائنا بالفنان الكبير، كذلك مشاهدتنا للفيلم السينمائي زمان رجل القصر. كان فيلم تقريبا وثائقي يوثق مرحلة الثمانينات، زمن الحصار وحاجة الإنسان إلى الدواء، خاصة هو إنسان من منطقة الأهوار. كان بطولة الفيلم للفنان الكبير سامي قفطان، كان أداء جدا مؤثر، قصة رائعة وثقت البيئة العراقية، بيئة الأهوار. عامر علوان رحمة الله عليه من الشخصيات العصامية على الصعيد الفني وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الإنساني، دائما يعتمد على نفسه في بناء فنه، في بناء سلوكه، في بناء أخلاقه، لذلك تأتي أفلامه من صميم وطنيته ومن صميم محليته ومن صميم علاقاته مع الآخرين ومحيطه، لذلك يختار دائما مواضيع عراقية بشخصيات عراقية بنكهة عراقية. وما شفناه اليوم زمان رجل القصب هو شخصية الزمان، فأنا أشوف هذا التصوير الواقعي للواقع العراقي والواقع المحلي ينطي دلالات بعيدة المدى. ليش؟ لأنه يحرك مخيلة المتلقي باتجاه إيجاد صورة أو معلومة أو ثقافة واعية لتغيير المجتمع بسلبياته. شكرا جزيلا.